السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو جديد النهاردة من قسم التلاجات، معانا التلاجة الفريش النهاردة زي ما احنا شايفين كده، الموديل بتاعها ديجيتال بالكامل زي ما احنا شايفين كده، الباب بتاعها مراية او نص مراية لميع، بصوا كده ده شكل الفريزر. بيجي معانا هنا درج، ومعانا هنا مكعبات تلج والرفوف بتاعته. دي الساعة بتاعتها كبيرة زي ما احنا شايفين كده، مش صغيرة. بيجي معاها اللي هو الفريش مود، وبيجي معاها رفين تاني. الرفين ده طبعا بنشيل هنا ونحطه هنا، بننقل الرفوف بحيث ان احنا بنظبطها زي ما احنا عايزين. بصوا بيجي بليدات هنا، دي الليدات بتاعتها، دي الإضاءة يعني بتاعتها. ده شكل التلاجة. التلاجة دي ساعة 16 قدم، تمام، بيكون سعرها 25,999. دي من أفضل موديلات من شركة فريش زي ما احنا شايفين كده، كشكل وكديزاين كماتيريال حاجة محترمة جدا. بصوا كده حاجة ممتازة زي ما احنا شايفين كده، ساعة محترمة 16، جميلة جدا مش صغيرة. يعني لو أي عروسة عايزة تجيب تلاجة دي هتكون كويسة بالنسبة لها، ولو مش عايزة فريش هي الموديل 16 قدم بيكون كويس ومرتاح، ما بيكونش صغير. ده الدرج بتاعها، تمام. حاجة ممتازة بصراحة. ده طبعا الشاشة الديجيتال زي ما احنا شايفين كده، دي بتاعت الالارم، دي بتاعت المنبه لو احنا مثلا عايزين نعمل منبه او عايزين نظبط حاجه وبنفتكرها، تمام. دي الهوليدي بتاعت الاجازه، الهوليجازه مثلا لو احنا طالعين مصيف او حاجه وهنسيب التلاجة وهنسيب الشقه لمده اسبوع او اسبوعين، بنظبط على الهوليدي دي بحيث ان هي بتشتغل بطاقه اقل من العادي، بحيث ان هي مش هتستهلك كهرباء كتير، وبحيث ان هي مش هتشتغل بكل قوتها عشان هي فاضيه واحنا سايبينها مثلا وطالعين مصيف او حاجه، تمام. دي التلاجة من تحت بنظبطها، بنظبط درجة الحرارة بتاعتها، تمام. ودي هنظبط الفريزر على درجة التبريد بتاعتها. دي طبعا سوبر فريز، دي سوبر فريز لو احنا مثلا مستعجلين على حاجة وعايزين نحطها في الفريزر تسع بسرعة، دي طبعا هنظبطها على السوبر فريز بحيث ان الفريزر بيشتغل بطاقة اعلى مرتين واعلى ثلاث مرات من المعدل العادي، بحيث ان احنا لو هنحط حاجه في الفريزر هتقعد مثلا 5 دقايق او 10 دقايق هتبرد معانا بسرعه. في العادي طبعا بتقعد نص ساعه وساعه قبل ما تتلج او تبرد بسرعه، تمام. دي السوبر كول، دي بتاعت التلاجه من تحت بنظبطها على السوبر كول بحيث ان هي تبرد بطاقه اعلى وبسرعه عن العادي. يعني مثلا لو هنحط حاجه تبرد تاخد ساعة، لا هي تاخد نص ساعة أو تلت ساعة قبل ما تبرد، بحيث إن هنا التبريد بيكون عالي جدا عن المعدل الطبيعي. دي موديل التلاجة زي ما احنا شايفين كده، متاح منها الأسود بس زي ما احنا شفنا إنها ديجيتال 16 قدم، سعرها 25,999 يعني 26,000. دي موجودة هنا في سنتر دارك، اللي محتاج التلاجة دي متاحة زي ما احنا قلنا سعرها 25,999. وتنورونا في أي وقت، وأشوفكم فيديوهات تانية كتير. مع السلامة.